السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي وفي صحة جيدة مرحبا بكم في قناتكم قناة لبنى ماهر فيديو جديد ان شاء الله غنشارك معكم فيه اليوم واحد لكم ديال هاد الفقيقسات الحارين او المالحين من السمين ثلاثه ديال المذاقات مختلفين بطريقه بلا ما في المجمد كنقطعوهم بطريقه اللي هي جد جد سهله غتشوفو معايا جميع المراحل في الفيديو جميع النصائح الانجاح هذا الفقيقسات هادو بالنسبه للناس اللي كيجيهم مشكله ديال الفقيقسات هكا كيتفرتو في التقطاع بزاف ديال النصائح غادي تستافدو منها كنتمنى انكم تكملوا الفيديو الى النهايه بالنسبه غادي نقول لكم كذلك الكميه اللي خرجت لي هاد العجنه وكذلك ثمن البيع فغادي نخليه لكم في صندوق الوصف كيف العاده ما تنسونيش من واحد اللايك قبل ما تخرجوا ضروري واحد اللايك اكيد الى عجبكم الفيديو فيديو عجبكم المحتوى ما تنسوش كذلك إذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه اكيد الى عجبكم المحتوى والبارتاج بين العائله والاصدقاء باش تعم الفائده وتشجعوني وتحفزوني انني نعطي دائما المزيد والمزيد وشكرا لكم على التعاليق الطيبة الزوينة اللي كتخليو ليا شكرا لكم من كل قلبي وندوزو مباشرة ان شاء الله المقادير وطريقة تحضير فرجة ممتعة عندي هنايا بالنسبه لبنات واحد المية وخمسة وعشرين غرام ديال الزبده لينا بحراره المطبخ استعملت المارغرين فقط ثلاثه الحبات ديال الجبن اللي ممكن تعوضوهم بالجبن المربع كذلك انا درت المثلث نص معلقه صغيره ديال الابزار نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات اولا بيكين باودر عندي هنا واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال الهريسه وهنايا عندي واحد المعلقه عامره مزيان مزيان ديال الملح هاد قصص خصهم ضروري يجيو شويه بنان عندي معلقه عامره مزيان ديال الاعشاب منسيمه الا ما عندكمش هاد النوع المخلط ممكن ديروا واحد الخليط اللي غنقول لكم عليه عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم ممكن تستعملوا حتى البودره ديال البصل والنكهه اللي كتجينا زوينه بزاف ما كنستغناش عليها انا في هذه الفقيقسات هي واحد نص معلقه ديال راس الحانوت هنايا بيضه ونص كاس ديال زيت الزيتون ممكن تخلطوه بين زيت نباتيه وزيت الزيتون كاس ديال الحليب الدقيق على حساب الخليط غنقول لكم كذلك الكميه اللي كفاتني في اخر الفيديو بالنسبه هنا الزبده لينه كيف ما كتشوفوا باش ما تصعبش علينا يعني الخدمه ديالها انا كنخدم بالزبده ديال المارغرينا البنات العاديه ديال اليد اللي كتسولوني بزاف عليها ودرت عليها فيديو خاص فهي باش كنخدم دائما اغلبيه الفقيقسات الحلويات المخبوزات بزاف بزاف هنا كنضيف المكونات كامله بالنسبه للاعشاب مونسيما كيف ما قلت لكم البنات راه ممكن انكم ديروا شويه ديال الحبق يابس اللي أو وشويه ديال الزعتر وتحكوهم مزيان مزيان وتخدموا بهم من بعد ما ضفت هذوك المكونات كاملين كنخلط الخليط مزيان حتى كيندامج كنضيف هذيك الحبه ديال البيض كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نزيد زيت, زيت زيتون وغادي نخلط الخليط ديالنا حتى كيندمج وغادي نبدا نضيف كذلك في الحليب وكنخلطوا هاد المرحله البنات ما تقلقوش منها غير بقاو تخلطوا شويه بشويه ولا ممكن تستعملوا حتى الدراب اليدوي تخلطوا به عادي لان بصعوبه باش كيندمج لينا داك الحليب مع داك الخليط في الزبده غيب شوية البنات فهاد هاد الفقيق سات راهم ساهلين أنا كنت خدمهم توجدوا المكونات وتعجنوهم وتخليهم يرتاحوا تمشيو ديروا شي شقية تانية تجيو تشكلهم كويرات وتمشيو تاني تخليوهم يرتاحوا تشقاو شقية آخرى ما كيضيعوش لكم الوقت بزاف ما كتبقاوش واقفين حداهم من بعد البنات ما ضفت الدقيق هاد الخليطه البنات عطا هز ليا 550 غرام ديال الدقيق العجين متوسط ما يكونش قاسح وغطيته خليته يرتاح هنا عندي الزيتون اللي دكيتو مزيان مزيان درتو انا في الهاشواغ البنات ممكن انكم ديروه في المهراز في اي حاجه وصافي الكميه كتبقى على حساب كل واحد عندي معلقه ديال الهريسه عامره مزيان ومعلقه صغيره ديال التحميره ممكن تزيدوا كذلك على حسب اللون اللي بغيتو وعندي هنايا معلقه ديال الاعشاب منسيمه باش خدمت العجين ممكن تضيفوا عليهم كذلك شويه ديال المعدنوس اللي يكون مقطع مزيان مزيان العجين بعد ما ارتاح كل ما خليتو العجينه ارتاحت كل ما كتساعدكم في الخدمه هنايا كنشكل ثلاثه ديال الكرات دائما هاد الخليطه البنات كنخدم فيه اه كان كنشكلو على ثلاثه ديال الكرات وكل كره كنشكل منها اربعه ديال الحرابل اغلبيه هاد العجنه اللي كندير دائما كندير فيها نفس المنسيمات فقط الاعشاب ديال الاعشاب كنزيد عليها شي مره المعدنوس هنايا غنضيف الزيتون الكحل وهنا غادي نضيف هادوك الاعشاب المنسيمة كيف ما قلت لكم ممكن تضيفوا عليهم كذلك المعدنوس وهنا الهريسه والتحميره غادي نبدا نفزج في هذيك الكوره والعجين ديالنا راه طاية كيف ما كتشوفوا معايا ما تكونش العجينه قاصحه بزاف البنات لان مني كطيب كي دوك الحرابل كينشفوا كي في الداخل ديالهم كيجيونا هكا يابسين وكيجيو يتقطعوا خايب وكيبقاو يتفرتوا هنا كذلك الكره ديال الزيتون الكحل كنخدمها مزيان مزيان حتى كيندمجوا كي لينا هذوك فهنا كندير معاكم شويه ببطء هكا ومن بعد كنسرع لا فيديو على حساب حتى البنات المبتدئات فما تخافوش من العجينه البنات اللي كيكونوا مبتدئات فرا العجينه كتخلعهم كلشي كيخلعهم فرا من بعد ما تلتصق لا بايد لا حتى شي حاجه العجين ديالنا كيكون ممتاز صراحه فقط ما تقصحوش العجينه البنات وما ترخفوهاش يعني بزاف يعني تكون عجينه متوسطه هنا انا كنجيب الكره ديالي وكل كره كنقسمها على أربعة ديال الكويرات كيف ما شفتوا معايا العجينه البنات راه او لا يعني مرتاح كنخدموا على خاطرنا هنا كنشكل الكويرات وكنخليهم كذلك تاني شويه يرتاحوا كنمشي ندير شي شقيه وكنرجع لهم هادو البنات ما كياخذوش لكم وقت طويل والله العظيم غير جربوهم راه ان شاء الله غادي يعجبوكم هنا كان كنبدا نشكل من بعد ما كيرتاحو كندير واحد اللاطه يا اما كندهنوها بشويه ديال الزيت اولا كنفرشو ليها الورق ديال الفرن اللي كيبقى بالنسبه لي انا عملي بزاف صراحه وكيهنيك وكيخلي اللاطه نقيه هنايا كنشكل الحرابل ممكن انكم تشكلوا الحرب غير نص هكا شويه وتحطوا وتبداو تراجعو تشكلو في الحرابل من اول حرب اللي بديتو تكملو ليه هذاك هكا ترقوه مزيان على القياس اللي نتوما بغيتو هكا كيطاوعكم اكثر بالنسبه لبنات لهاد لا فيديو هذا راه مسجلاه مده طويله هذه بغيت نشارك معاكم هاد الفقيقسات هذه وما كتبش اللقطه الاخرى هي ليا كامله و كانت عندي واحد لا كوموند اللي هي اللي شفتو معايا في البدايه ديال لا فيديو غتشوفو معايا في نهايه فيديو. قلت لا قلت علاش لا ما نكملش هذاك لا فيديو ونشرح البنات وحتى في لا اللي كنت بغيت ننزل معاكم جاني الصراحه هنايا البنات من بعد ما شكلت الحرابل وغنكمل معاكم الهضره هنايا من بعد ما شكلت الحرابل مشي على الفران على 160 درجه او 170 ديرو من الفوق ومن التحت ممكن تشعلو غير من التحت ومن بعد من الفوق شويه غير شوية البنات أهم نقطة اللي هي مهمة مهمة بزاف غير شوية البنات غير بدا ينشف شوية العجين من الفوق وهو باقي بومبي باقا العجينة لداخل كنحسو بها بزاف هنا خرجوهم غطيوهم مزيان وتقلوهم بشي ما هكا شي زويف من الفوق ومما ينطع من الفوق خليوهم الاحسن يباتوا ليله كامله بحال الفقاس العادي هنا كيف ما شفتوا معايا القياس بزاف البنات انا هذا هادو, هادو البنات راه فوت في مطيب كيف ما كتشوفوا معايا هاد اللقطات ما نحيدهم خليتهم باش نشاركهم معاكم كيف ما هما هادو كان هاد الفقيقسات دياولي فالعجين نشف فوت عليه شويه في الطياب يعني غفلت عليه شويه فراه كيجينا كي حالته كيبغيش يتقطع علينا بسهوله وكيجي مجعب من الداخل هذه هي لا كوموند ديالي البنات اللي وريتكم الشكل ديالها النهائي في البدايه وفي النهايه صايبت الخليط بسرعه لان ديجا مصوره وهنا من بعد ما طابو شوفوا البنات كيفاش كنحط صبعي شفتوا كيفاش كنحط صبعي كيبومبي كي العجينة يعني غير نشف شوية من الفوق راه غير دقيق قليلين البنات على حساب كل فران وكيفاش داير انا شعلت من الفوق ومن التحت درت 160 درجه غير شويه بداو يديروا وغطيته خرجته وغطيته باقي عجينه من الداخل غير ديك العجينه من الفوق بحال اللي نشفات وصافي غير نشفات شويه غطيته تقلته مزيان خليته حتى للصباح حتى الغد ليه وعادة هنا كنبدا نقطعو انا غير الكاميرا شويه مقرباها آه لهذا كيبان لكم الفقيق شويه غلاضين اما راهم رقاق البنات بزاف لان مني غنبغيو نحمروهم آه غنبغيوهم يجيونا مقرمشين ما يجيوش شويه بحال الفقاس العادي ولا كيجيونا مقرمشين اكثر من القياس كيف ما كنقولوا كيجيو كي مقرمشين الفقيق كان كنعرفوهم بالقرمشه وسر القرمشه انكم تديروا في رقاق ترقاق بزاف شوفوا راه ضيعوا كيضيعوا تهرسو ما حتى حاجه انا هنا غنكمل الكميه اللي عندي كامله في التقطع كيف ما شفتوا معايا راه كل شيء حتى شي حاجه ما على عكس هذوك اللي درت الاولين راكم شفتوا كيفاش كنقطع يعني شويه مجعبين هذوك من الداخل وواحد شويه يعني ناشفين يعني غير شويه العجينه اللي بقات الوسط كتبان اما هذو راه كاملين باقيين عجينه كيف ما قلت لكم غير مني كيباتو راه كينشفا انا هنا الطلبيه كانت مطلوبه ليا انني كل مذاق نخليه بوحدو لهذا درت اللاطه كل ربعة ديال الحرابل كنقطعهم كيعمروا ليا لاطه كندخلها للفران كنحمرها على 140 درجه فقط 140 درجة من الفوق ومن التحت على نار مهيلة بحال اللي كان طيبه في البهلة بحال الفقاس تماما الفقاس العادي يعني 140 درجة هاد الصورة هادي من واحد لكوموند كانت مطلوبه ليها هكا في قيقصات مخلطين ماشي بحال ديال النهار اليوم فصراحة يعني كيجيونا كي حتى ساهلين في الطياب هذوك المخلطين ممكن انكم تديرو كل في فلاطة وحدة هكا غير تسوسوهم وتسرحوهم هكا بايدكم صافي وتخليو على نار مهيله من الفوق ومن التحت حتى كي هكا كينشفوا تماما وكيجيونا هكا مقرمشين ما كيتبدلش ليهم اللون ديالهم لان الا جهتو الفران راه كيتبدل اللون ديالهم من بعد راه كيبقاو لكم مرطبين ما كيتقرمشوش مزيان مزيان ولا ما كيتقرمشوش مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا معايا فهاد الزليفه عن قرب النتيجه راه رائعه شاركت معكم كل شيء كل شيء بالنسبه للحراب اللي كنت درت الاولين ديال العجنه كيف ما شفتوا معايا راه ما قطعتش هذيك اللقطه ديال من كنت كنقطع فيهم شفتوا انا غير غفلت عيني شويه على الطياب وفوت شويه الطياب لهدو كل الحرابل فمنين شفو خليتهم باتوا الليله كامله حاولت ممكن تخليهم غير ثلاثه اربعه ديال السوايع غير يبردوا تماما يبردوا مزيان مزيان ويتماسكوا مع بعضياتهم من الاحسن يباتوا آه قطعتهم فمني كتبداو تقطعوا فيهم راه كيتفرتوا ليكم شويه وما كتجيكمش النتيجه كيف ما هادو آه من داخل كيجي كي كنا مجعبين ما النتيجه فحال هذا الشكل هذه هذه كوموند من قبل وهذه لا كوموند اللي شاركت معكم الحرابل ديالها الاخرين صراحه كيحمروا كي لينا وجهنا كيزينوا كي لينا الطويلة ديالنا كيعجبوا العائله كبير وصغير وكذلك اللي ضاقهم عندكم غادي يسولكم على المقادير ديالهم بالنسبه لهاد العجينه البنات عطاتني كيلو الثمن غنخليه ليكم في صندوق الوصف انا شاركت معكم كل شيء بالتفصيل لان ما كنبغيش نبخل عليكم بأي شيء حاجه وسمحوا لي الى طولت عليكم في الشرح فقط يعني كنبغي نعطيكم كل حاجه من القلب ديالي والله اللي شاهد عليا لان أنا انا كنفرح بالتطبيقات ديالكم كنعطي واحد الحاجه وانا مرتاحه كنفرح وكتكون ابتسامة على الوجه ديالي من ان كنشوف واحد التطبيق ديال واحد الاخت ما كنعرفهاش ما كتعرفنيش كترسل لي في فيسبوك ولا في انستغرام ولا في التعليقات يعني ديال اليوتيوب او الناس اللي كيعرفوني في الواتساب بزاف بزاف وكنشوف واحد النتيجه رائعه ما كانش كينجح ليا الفقاس أو اول مره ولا كينجح كي ليا اول مره درت البهله ديالك عجباتني ونجحات ليا وعجبات العائله درت هادي درت فهذيك هي الفرحه الكبيره اللي كتفرحني انا اكثر من اي حاجه في هذا القناه هذاك هو هذيك هي اللحظه الزوينه ديالي ممكن نشوف التعاليق ديالكم ما كان نبخل عليكم بتجي حاجه كتسولوا عليا حتى الى غبت البنات اللي لاحظوا الغياب ديالي مؤخرا شكرا لكم بزاف لظروف ما كنت غابره كنتمنى ما نبقاش نغبر بزاف كنتمنى لا فيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم ما تنساونيش. قبل ما تخرجوا من اللايك لايك اكيد الى عجبكم هذا الفيديو هذا وما تنساوش ديروا سبسكرايب تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناه اكيد الى عجبكم المحتوى غنقول السلام عليكم نخليكم الى فيديو قادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته